كابتن عدلي، تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. خلاص بالفعل وصل فريق النادي الاهلي هنا لمدينة سوسة في اطار الاستعداد لمباراة نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا امام فريق النجم الساحلي. خليني اقول لك، يمكن المسافة من العاصمة تونس لسوسة يمكن كانت حوالي 180 كيلومتر، استغرقنا في طريق حوالي ساعة ونصف، لكن يمكن فندق الإقامة مش نفس مستوى فندق الإقامة اللي كنا فيه في العاصمة تونس. يمكن هنا في حياة أكتر شوية، ما فيش الهدوء اللي كان متوفر في الحقيقة في فندق الإقامة اللي في عاصمة العاصمة تونس أكيد. لكن بشكل عام خلاص الفريق وصل، هيبتدي الاستعداد ان شاء الله من خلال مران بكره وبعد بكره ان شاء الله لهذه المباراه المصريه امام فريق النجم الساحلي، وهي اولى مباراه دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه طبعا خلاص لوصول الفريق لسوسه. لكن خليني اقول لك بقى كابتن عدلي، كابتن ابراهيم، فيما يخص فريق النادي الاهلي النهارده ومران الفريق النهارده. يمكن النهارده كان في مران مهم جدا قبل التحرك لمدينه سوسه، وبالتحديد كان مران في ملعب الجامعة الخاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم. المران كان بالتحديد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت تونس، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. مران يعني كان في بعض الجوانب البدنية، بعض تدريبات الكرة القوية. مع نهاية المران طبيعي كان في تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا، تألق كل من عماد متعب وليد سليمان أدى تدريبات بشكل جيد جدا. كل لاعبي النادي الأهلي يعني يمكن خلاص لائقين سواء من الناحية الفنية أو الناحية البدنية للمشاركة في هذه المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله للنادي الأهلي، عشان تكون أو تدي أريحية للفريق إن شاء الله قبل مباراة العودة في الإسكندرية. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن بعض لاعبي النادي الأهلي، بالتحديد حسام عاشور. حسام عاشور يمكن زي ما إحنا عارفين إمبارح تعرض لكدمة في مران الفريق بالأمس مساء، طبعا كان أثر تدخل مع صالح جمعة. يمكن حسام عاشور حالته مطمئنه شويه، النهارده اطمننا على حسام عاشور بنسبه كبيره ان شاء الله هيلحق المباراه، يعني نسبه يمكن تفوق ال 70%. حسام عاشور ان شاء الله ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي ان شاء الله يوم الاحد القادم. حسام عاشور حالته جيده وفي تحسن مستمر، وده اللي اطمننا عليه من خلال دكتور خالد محمود ده طبيب الفريق. بالنسبه لاحمد الشيخ، احمد الشيخ عنده تقلصات في عضلة القطنية في أسفل الظهر، طبعا يمكن حالته لسه متحسنتش شوية، لكن في احتمال أيضا أنه هو يكون لائق لخوض هذه المباراة أو يكون متاح لحسابات الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري لهذه المباراة. دول يمكن هما الاثنين المصابين الوحيدين بالنسبة في صفوف النادي الأهلي، لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الأهلي جاهزين بشكل كبير جدا لأداء هذه المباراة إن شاء الله وتحقيق نتيجة إيجابية. كل لاعبي النادي الأهلي عندهم حالة من الإصرار، حالة من العزيمة إن هما يكملوا المشوار، خصوصا إن إحنا خلاص وصلنا لمرحلة متقدمة جدا في البطولة. ده كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين، أكيد طبعا أكيد كلام مهم جدا، وأكيد بيحاول طبعا من خلال هذا الحديث مع اللاعبين إن احنا خلاص وصلنا لمرحلة متقدمة في هذه البطولة، بالتالي لازم إن احنا نواصل إن شاء الله نحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصا إن هي بطولة غائبة بشكل كبير عن النادي الأهلي بقى لها 4 سنوات. لكن خلينا أقول لك سريعا كابتن إبراهيم ويا كابتن عدلي، معايا في هذه اللحظات دكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي. دكتور ياسر برحب بيك. اهلا وسهلا، وبرحب انا بالاستاذ عدلي قي والصديق ابراهيم منيسي. قول لي الاجواء شايفها ازاي هنا في سوسه قبل مباراه مهمه جدا زي مباراه فريق النجم الساحلي؟ والله الاجواء مرحبه جدا، يعني انا نزلت اول ما وصلنا نزلت في الشوارع حوالين الاوتيل، الناس مش عايز اقول ممتنه او فرحانه انه الاهلي كسب الترجي. فيعني هنا عندهم المنافسه صعبه ما بينهم وبين بعض، عندهم حساسيه مبالغ فيها يعني بشكل ما، لكن الناس مرحبه جدا بالاهلي. كذا حد في محل، في بياع، في سواق تاكسي يقول لي انه احنا سعداء انه الاهلي كسب الترجي، وان احنا هنلاعب الاهلي ونتمنى الفوز عليه، لكن اذا فاز علينا وخد النهائي مش هنبقى متضايقين قوي يعني. واللعيبه عندهم الروح العاليه والاصرار اللي احنا متعودين عليه من كل من ارتدى الفانيلا الحمراء، الاداره كابتن حسام البدري، كابتن سعد عبد الحفيظ، يعني كل الناس مهتمه جدا ومتحمسه ومتوقعه نتيجه طيبه دون تعصب دون تشنج او انفعال، والامور هاديه على عكس ما بعض الناس بتحاول
تسخن او تشعل او تصنع او تخترع الازمات للنادي الاهلي قبل هذه المباراه. كانت القضيه الاساسيه هي انه بعض الناس اخترعت حكايه الخلاف بين كابتن حسام البدري وكابتن صالح جمعه، واعتقد انه انا وحضرتك كنا موجودين في الملعب، كانش في اي خناقه، كانش في اي موضوع متأفور قوي بصراحه، يعني بالعاميه كده الموضوع واخد حجم اكبر من حجمه. وبعدين كان بعض الاشقاء التوانسه متضايقين جدا النهارده انه في احد المواقع المصريه ما قالوش على اسمه يعني كتب انه النادي الاهلي اصطحب الطباخ الخاص بالنادي في رحلته الى تونس لملاقات النجم الساحلي خوفا من غدر التونسيين. وعباره يعني او حكايه غريبه جدا، يعني الاهلي اولا بيستعين يعني الطباخ الخاص به زي اي نادي اوروبي بيسافر في اي رحله، لكن لا التوانسه غدارين ولا الاهلي خايف من الاكل التونسي ولا يعني كانوا في تونسيين منزعجين. انا بس كل ما اطالب به انه الناس تتحرى الدقه، مش علشان الدقه لكن علشان ممكن تصنع ازمات من لا شيء، واحنا كلنا حتى كعرب وكرياضيين في غنى عنها. رؤيتك بقى للمباراه ان شاء الله، مباراه مصيريه، مباراه مهمه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون خطوه مهمه نحو التاهل للدور النهائي. شوف هتشوف المباراه ازاي ورؤيتك ليها. هو انا اعتقد انه الاهلي وصل يعني مش متاكد الرقم بالظبط 13 او 14 مره للسيمي فاينال البطوله الافريقيه، ما خدش البطوله فيهم الا 3 او 4 مرات، لكن اظن ان الاهلي لما يخسر يخسر في البدايات. الاهلي ليس فريق او ليس الفريق الذي يخسر في النهايات، يعني هو الاهلي حينما يتخطى نصف المشوار بيكمل المشوار. فيعني انا اتمنى واتوقع رغم ان الكره ما فيهاش هذه الثقه يعني انه ان شاء الله الاهلي يفوز بالبطوله. استاذ امير من فضلك اسال لي دكتور كابتن عدلي، عايز في اي استفسار اتفضل. انت وجه له يعني نقل له سؤال، اولا بنرحب بيه وكويس انك لقيت حد زي الاستاذ ياسر يقدر يطمنا من منظور الناقد الرياضي. عايزين نساله ماذا عن درجه التركيز، وهل فعلا اجواء وظلال مباراه الترجي خلاص انتهت وكانها لم تكن، وان احنا رجعنا شحرنا البطاريات بنفس طريقه ما قبل لقاء الترجي، ولا لسه الامور ما عادتش الى التركيز الكبير؟ لان من المهم جدا استعاده هذا التركيز. وسؤال تاني بعديه، هل الاشاعات، بلاش نقول المشاكل اللي موجوده، اللعيبه واصله لهم وعمالين بيتكلموا فيها، ولا المسائل دي في عزل تام للعيبه عن هذه الاجواء؟ كابتن عدلي وكابتن ابراهيم بيرحبوا بيك وبيحيوك طبعا، لكن هم بيقولوا ان انت فرصه معانا نتكلم عن اجواء الفريق، وهل شايف ان في تركيز واضح على لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله قبل هذه المباراه، وهل النادي الاهلي انتهى تماما خلاص من نشوه الفرحه امام فريق الترجي التونسي؟ يمكن فوزنا اكيد فوز كبير وفوز مهم. وايضا السؤال الثاني هو فيما يخص الاشاعات اللي طالعه على بعض الخلافات اللي ممكن تكون متواجده في الفريق، وهي اشاعات مغرضه اعتقد، لكن هم عايزين يسمعوا وجهه نظر حضرتك في السؤالين دول. يعني الفريق بيعيش حالة من الاستقرار النفسي والفني بشكل ملاحظ جدا وقوي جدا. يمكن الحسنة أو الميزة الحقيقية والأولى لبقاء النادي الأهلي في تونس بعد انتهاء مباراة الترجي هي انتهاء الفرح. يعني أنا كنت أتوقع أنه لو النادي الأهلي رجع تاني يوم الفوز على الترجي كنا قعدنا 3-4 ايام في هذه الافراح والاحتفالات. يعني الميزه الاولى الحقيقيه لبقاء الاهلي في تونس هي انعزاله عن فرحه الناس الطاغيه في مصر، فدي الفرحه ملهاش وجود. يعني لانه النادي الاهلي تاني يوم دخل معسكر، يمكن حتى اللعيبه كانت بتشكو انها يعني كان نفسها ترجع او انها، بس كله استجاب وكله اقتنع وكله انشغل بالتدريب. انا شفت التدريبين للنادي الاهلي في تونس بمنتهى الجديه بمنتهى الاصرار، وانا مع اللاعبي الاهلي في طوال الطريق من
تونس العاصمة إلى سوسة، اللعيبة مركزين. يعني أنت تبتدي تقلق لما تحس إن اللعيبة يا إما فقدوا التركيز يا إما بدأوا يشعروا إن هم في رحلة ترفيهية، لكن أنت حاسس إن أنت أمام يعني كتيبة من المقاتلين دفاعا عن فرحة جماهير النادي الأهلي. فمفيش مشاكل، مفيش خلافات، اللعيبة حتى بدأت أو مش بدأت، يمكن أنا اللي بدأت أكتشف الوجه الآخر لحسام البدري. حسام البدري يمكن بيتميز بأنه جدية طول الوقت وصرامة تعابير وجه، لكن حسام البدري أنا اكتشفت في هذه الرحلة أنه بعيدا عن الأضواء الكاميرات بيبقى مع اللعيبة شخص آخر تماما. أعتقد أنه زي ما جمهور النادي الأهلي افتتح علاقة جديدة مع كابتن حسام البدري في التدريب الأخير قبل السفر في استاد التتش وهتف له ونادى عليه بمنتهى الاحترام ومنتهى الحب، أعتقد إن دي في مرحلة جديدة. ولو إن اللي مش جديد إنه الأهلي هو النظام، هو الالتزام، هو الجدية، هو الفرحة. لما تحب تثق في شيء دور على الأهلي، لما تحب تتفائل بشيء دور على الأهلي، لما تحب تحب هو الأهلي. اخيرا واحنا في العد التنازلي الخاص بمباراه الاهلي والنجم الساحلي، ان شاء الله خلاص متفائل ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في مباراه الذهاب؟ انا زي ما قلت لك انا يعني عارف الكوره ضد المنطق وضد الحسابات وضد التوقعات، لكن انا يعني عندي احساس كبير جدا انه هذه البطوله للاهلي وان شاء الله نكسب النجم، نكسبه يعني في المباراتين ونلتقي إما مع اتحاد العاصمة الجزائري أو الوداد المغربي، ويبقى عملنا ثلاث لقاءات عربية في المشوار الأخير للبطولة، وإن شاء الله نفوز. أعتقد أنه أستاذي عادل القيعي وصديقي إبراهيم منيسي بيشاركوني نفس هذه الأحاسيس والتوقعات والتمنيات، إلى جانب أن احنا بقى الثلاثة بنشارك ملايين من عشاق النادي الأهلي أحلامهم فرحتهم، لأنه كلما احتاجت مصر يعني ان تفرح بتبحث عن النادي الاهلي. مسك الختام بصراحه الكلمه دي يا دكتور ياسر، بشكرك طبعا شكرا جزيلا. مستمرين معاك يا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم، وده كان لقاءنا اكيد مع دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي. زي ما انتم سمعتوا اكيد خلاص كل الاستعدادات على وشأ او على اهبها طبعا قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي، مباراه اكيد مهمه جدا 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 للاعبي النادي الاهلي للجهاز الفني ولكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله الفريق من خلال هذه المباراه يقدر يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في مصر ان شاء الله. خليني اقول لك ان بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي، هيكون مران الاساسي للفريق، مران مهم جدا للجهاز الفني واللاعبين. ان شاء الله من خلال هذا المران كابتن حسام البدري ممكن يستقر بنسبه كبيره على التشكيل، ويمكن هو التشكيل يمكن ابتدى يظهر شويه النهارده وامبارح في تدريبات النادي الاهلي، لكن يعني خلينا ما نستبقش الاحداث. ان شاء الله خلال تدريبات بكره هيظهر او هيبان الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري والتكتيك اللي ممكن يلعب به كابتن حسام البدري هذه المباراه. بشكل عام اكيد نتمنى كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، ويقدروا ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه جيده قبل مباراه العوده في القاهره، ومن ثم التاهل للدور النهائي، وان شاء الله ان شاء الله نحقق هذه البطوله الغاليه جدا لكل جمهور النادي الاهلي.